وقد استبشر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمولدها، وقال لزوجته خديجة: يا خديجة، إنها النسمة الطاهرة الميمونة، وأن الله تعالى سيجعل نسلي منها. كانت السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها تشبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مشيتها، وكان إذا رآها الحبيب صلوا عليه، لا سمعوني الصلاة على سيدنا النبي، وكان إذا رآها الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه وآله وسلم قادمة عليه هش وفرح وأجلسها في مكانه. وعن هذا تقول أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي: مرحبا بابنتي، مرحبا يا بنت طه، ما لك فضل تربى لغرام في هواك برسول الله، وفؤاد قد تخشى، ولهذا الحب قلنا ولباب البر نقرع. برسول الله وعطاء فيه نكرع، لغرام في هواكم برسول الله، وفؤاد قد تخشى، واشملنا ربي الصحابة بالرضا مر عهد قعقع، واخصص الصديق فيه برسول الله من جزيل الفضل أوسع، لغرام في هواكم برسول الله، وفؤاد قد تخشى، وارحمن ربي شيوخي ما بكى قلب وما دمع، واقبلن ربي رجائي برسول الله إذ أنا في الخير أطمع، لغرام في هواكم برسول الله، وفؤاد قد تخشى، بخديج وبعائش وبزوجات المشفع، وبعباس وحمزة برسول الله، وبكل الصحب أضرع، لغرام في هواكم برسول الله، وفؤاد قد تخشى، بعلي باب الفهوم باقر للعلم منبع، بعلي باب الفهوم باقر للعلم منبع، سيد الأقطار
قرة برسول الله بلسم آفاق الأرباع لغرام في هواكم برسول الله وفؤاد قد تخشع وبحبر وبجعفر صادقين للحق يتبع وعفو عنا وأجرنا برسول الله من هوى من نفس روع لغرام في هواكم برسول الله وفؤاد قد تخشع والدسوق والحجاز بالملثم الملفع وبأرباب البرايا برسول الله وبملكي سيقلع لغرام في هواكم برسول الله وفؤاد قد تخشع أبشروا أهل المثاني فهزار اليمن يسجع بمديح وحنين برسول الله ما شاد الحديث لغرام في هواكم برسول الله وفؤاد قد تخشع ربي فاغفر لي ذنوبي بسنى الهادي المشفع ربي فاغفر لي ذنوبي برسول الله بسنى الهادي المشفع لغرام